السلام عليكم، كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نديروا البارتي الثانيه اللي خاصه بلو شابيتر 14 ديال لوغومو كونديد او لوبتيميزم. بالنسبه للبارتي الاولى شفنا ان كونديد صافي سمع النصيحه اللي عطاتو ديك العجوز وغادي يهرب باش ما يتمش القبض عليه، حيت جاو يشدوه حيت عرفوه هو اللي قتل مسيو لانكيزيتور. غيخلي كينيغون تما عند داك الحاكم، كونديد عاد راسو الحاكم بغى يزوجو كونيغوند ويدير ليهم عرس وهو راه بغى يتزوج بها. المهم كونديد مشى بهاد المعلومه الغالطه وغادي يخلي كونيغوند زعما كاينه في الحمايه ديال داك لو غوفرنور وغادي يهرب هو وكاكومبو غادي يمشيو لعند لي جيزويت. في الاصل كونديد كان باغي يعلى الحرب عليهم، مي قال لي كاكومبو راه عندهم السلطه يلا نتخباو نكونوا معاهم ونتخباو معاهم. مني وصلوا للحدود قلنا تلاقاو مع الحاجز الاول، خدوا لهم الاسلحه وخدوا لهم الاحصنه وعلموا داك السيد بلا راه جا واحد الشخص باغي يتلاقى مع واحد الكابيتان باش يعلم الشيف ديالو. المهم قال لي راه ما كيدويش مع الاسبان، غادي تبقاو هنا حتى يجي داك الشيف ديالهم الكبير. قال لي حنا راه ماشي اسبانيين، هاد كاكومبو راه القائد ديالي اللي هو كونديد راه الماني. هادي هي البارتي اللي بقى فلا فيها، قال لي راه الماني وحنا راه فينا الجوع زعما عطيونا ناكلو بما جا الشاف الكبير. غادي نشوفو اش غادي يقول لي داك الرقيب. لو سيرجون الا سور لو شون روندر كونت دو سو ديسكور او كوموندون. مني قال كاكومبو لهاد الرقيب هذا قال لي شوف راه كونديد القائد راه ماشي اسباني راه الماني، مشى كيجري باش يقولها لذاك لو كوموندون. Dieu soit béni, dit ce seigneur, puisqu'il est allemand, je peux lui parler. قال لي الحمدلله، قال لي بوريك زعما مني هو ماشي اسباني والماني نقدر ندوي معاه، سير جيبو ليا. يعني قال لي سير جيب ليا كونديد باش يجي يدوي مع داك لو كوموندون، ماشي داك الشيف ديالهم حيت الشيف ديالهم باقي ما جاش. كون لو مان دوما فويي، قال لي سير جيبو زعما لهاد البلاصه فين كان جلس هذا المكان ديالي ولا المخبأ ديالي. وسيتو اون كوندوي كونديد، ملي سمع داك الرقيب الهضره مشى جاب كونديد دون زان كابيني، يعني داه لديك الغرفه دو فيردور اورني دون تري جولي كولوناد دو ماربغ فيغ اي اور، وداه لديك الغرفه اللي مزينه بالعشب الاخضر وبالاعمده اللي زوينه من الرخام الاخضر ومن الذهب. اي دو ترياج كي رونفيرمي دي بيروكي دي كول دي زوازو موش دي بانتاد اي تو لي زوازو لي بلو غار. يعني ديك الغرفه كانت زوينه بزاف وكان فيها الرخام والذهب ومزوقه بالذهب وكل ما هي حاجه زوينه، وفيها حتى دوك العشاش ديال الببغاء وديال واحد الانواع ديال الحيوانات زوينه وعصافير اللي هي نادره بزاف، كلشي كاين في هاد الغرفه ديال هاد لو كوموندون. Un excellent déjeuner était préparé dans des vases d'or. واحد الوجبه ديال الغداء اللي زوينه بزاف وتوجدات في واحد الاوعيه اللي مصنوعه من الذهب. اي طوندي كولي باراغوا مونجير دو مايس، في هذا الوقت هذا اللي كانوا فيه دوك لي باراغوا كياكلوا غير ديك الذره. دون دي زيكول دو بوا، في واحد الاوعيه مصنوعه من الخشب. اون بلان شون ا لاردور دو سولي، يعني كياكلوا هذا الشيء هذا تحت الاشعه ديال الشمس. Le révérend père commandant entra dans la fuyée ou dans la fin de l'occasion de l'école qui a clôturé à had l'khadam qui a clôturé dak le maïs dak dora dans dak le commandant. C'était un très beau jeune homme. هنا غيبداو يوصفوا لينا في هاد لو كوموندون كيفاش داير. هو واحد الشاب اللي وسيم بزاف، لو فيزاج بلان اسي بلون، يعني الوجه ديالو بيض وزوين. En couleur, le sourcil relevé, يعني كان لون ديال البشره ديالو زوين وكان ممشوق القامه والحجبان ديالو كانوا مرفوعين. لوي فيف، العين ديالو كانت كبيره. لوغي روج، الاذن ديالو كانت حمراء. لي ليفغ فيرماي، والشفتين ديالو كانوا موردين. لير فيير، وكان حاس براسو واثق من نفسه مزيان. مي دون فيرتي كي نيتي ني سيل دان اسبانيول ني سيل دان جيزويت. وهاد الثقه في النفس اللي كانت عند هاد لو كوموندو ما هي ديال واحد اسباني ما هي ديال واحد مسيحي. اون غوندي ا كونديد اي ا كاكومبو لوغم، يعني خادو في الاول من يلا جا كونديد وكاكومبو خادو ليهم الاسلحه. هاد مسيو لو كوموندو مني جا رجع ليهم الاسلحه ديالهم.
كل غافي سيزيل يعني اللي حيدوا ليهم في الاول انسي كو لي دو شيفو اندالو حتى دوك جوج الحصينه الاندلسيين رجعهم ليهم هاد لو كوموندو كاكومبو لوغ في مونجي لافوان او بري دو لا فيي هاد كاكومبو يعني كان جالس كياكل داك شوف يعني جالس كياكلوا في داك البلاصه ديال هاد مسيو لو كوموندون ايون توجور لوي سور او يعني ديما حاضي معاهم كرينت دو سوربريز يعني خايف من ان توقع شي مفاجاه يعني شي حاضي بشي يعني باقي ما كايناش ديك الثقه الكامله كونديد بيزا دابور لو با دو لا روب دو كوموندون انسويت ايل سمير ا تابل كونديد يعني باس داك مسيو لو كوموندون باس لي الجزء الاسفل ديال ديك اللباس ديالو من بعد جلس معاه في الطابله فوزيت دونك ال لوي دي لو جيزويت او سات لون قال لي داك لو كوموندون قال لي انت الماني وي مون ريفيرون بير دي كونديد جوبو كونديد قال لي اه انا الماني L'un et l'autre, en prononçant ces paroles, se regardaient avec une extrême surprise et une émotion dont ils n'étaient pas les maîtres. Et juge lui ont le commandant au candid, يعني كي يهضروا كي ينطقوا داك الكلام كي يتحدثوا مع بعضياتهم وما كيشعر بواحد التأثر اللي ما قدروش أنهم يعني يتفادوا كيحسوا بشي حاجة اللي هي مختلفة يعني بحال كيعرفوا بعضياتهم. Et de quel pays d'Allemagne êtes-vous dit le jésuite Dès que le commandant lui voit le jésuite, il est terminé la place d'Allemagne. De la sale province de Westphalie, dit Candide. Je suis né dans le château de Tendertentroch. جاوبو كونديد قال لي انا من زعما ديك المقاطعه ديال ويستفالي وراني كبرت وزاديت زعما في داك القصر ديال تندرتانتروغ او سييل ايتيل بوسيبل سيكريا لو كوموندون داك لو كوموندون غوت قال لي اه زعما يا الهي زعما كيفاش انت تتايا من هاد ويستفالي كال ميراكل سيكريا كونديد قال لي ما هذه المعجزه حتى بدا كيغوت كونديد وكيقول ما هذه المعجزه سوري سوفو دي لو كوموندون قال لي هذا حتى سولا ني با بوسيبل دي كونديد قال لي كونديد لا هادشي هذا راه ما يمكنش اشنو واقع بين هاد جوج كونديد صدق كيعرف داك مسيو لو كوموندون مسيو لو كوموندون صدق هو لو فريغ دو كينيغون راه هو الاخ ديال كينيغون ولد مسيو لو بارون اللي عاد راسهم حتى هو راه مات في ديك الهجوم هو راه ما ماتش بقى حي مهم داك لو كوموندور هو لو فريغ ديال كينيغون Ils se laissent tomber tous deux à la renverse, ils s'embrassent, ils versent des ruisseaux de larmes. صافي ملي عرفوا بعضياتهم تلاحوا على بعضياتهم بداو كيعنقوا في بعضياتهم او كيبكيو. Quoi serez-vous mon révérend père? Vous, le frère de la belle Cunégonde, قال لي كيفاش انت monsieur le commandant تصدقتي هو الاخ ديال الجميله كينيغون. Vous qui fut tué par les Bulgares, qui était l'état de القتل ديالك زعما على يد البلغاريين باقي حي. Vous le fils de monsieur le baron, vous jésuite au Paraguay, قال لي زعما واش انت اللي تم القتل ديالك على يد البلغاريين وباقي حي وانت هو ولد monsieur le baron يعني دخلهم الشك. Il faut avouer que ce monde est une étrange chose, قال لي خصنا نعترفوا ان هذا العالم هذا يعني غريب بزاف. Oh Pangloss, Pangloss, que vous souriez si vous n'aviez pas été pendu, Galizama, Pangloss, كون يعني كم كنت ستكون فرحا لو لم تشنق. الفقرة الأخرى ديال هاد لو شابيتر، لو كوموندون في روتيري لي زيسكلاف نيغر إي لي باراغوان كي سيرفي أبواغ دون دي غوبلي. Dans des gobelets de cristal de roche, il remercia Dieu et Saint Ignace mille fois. Le commandant Safi, il a dit l'habit sud ou le Paraguay, il a dit que Safi Hido, il a dit que le Khadam, 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 il a وحمد الله اشكرو زعما الف مره il serait candid entre ses bras leur visage était baigné de pleurs يعني عنق كونديد وداكشي بيديه والوجه ديالو يعني عامر بالدموع vous seriez bien plus étonné plus attendri plus hors de vous-même dit candid si je vous disais que mademoiselle cunégonde votre sœur que vous avez cru éventrée et pleine de santé.
قال لي شوف غادي تزيد تندهش اكثر وغادي تزيد تفاجئ اكثر الا قلت لك ان الاخت ديال كونيغوند اللي عند راسك انت انها زعما تم فتح البطن ديالها وماتت راها بصحه جيده وباقه حيه. او قال لي فين كاينه دون فوتر فوازيناج؟ قال لي راه كاينه بالجوار ديالك شي مسيو لو غوفرنور دو بيونيزير. قال لي كاينه عندك الحاكم. اي جو فوني بور فو فير لا غير، وانا كنت زعما جاي باش نعلن عليك الحرب. شاك مو اي كلمه كيل برونونسير دون سانت لون كونفرساسيون اللي كانوا كيقولوها في هذا الحوار الطويل بيناتهم اكوميلي كانت كتجمع، وحتى تراكم ديال بروديج سور بروديج اعجوبه زعما فوق اعجوبه، يعني الكلام ديالهم كامل كان غير اي حاجه كيقولوها كتجد شي حاجه اللي اعجوبه انها توقع. لور ام تو اونتيير فولي سور لور لونغ ايتي اتونتيف دون لور زوري ايتانسلونت دون لور زيو. وكان هاد الفرح ديالهم اللي كيظهر في الكلام ديالهم وفي داكشي اللي كيسمعوا كيبان في العيون ديالهم اللي كانت كتلمع بالفرح وبالدهشه. كوم ايل زيتي المون، ومادام هما المانيين بجوج ايل تان طابل لونطون بقاو جالسين في لاطابل كياكلوا لمده طويله. او نطون دون لو ريفيرون بير بروفينسيال بقاو جالسين يعني في الطبله وكيهضروا وكيتحتوا كيتسناو داك الشيف الكبير يوصل. اي لو كوموندون بارلا انسي ا سون شير كونديد، وبقى زعما هاد كونديد كيتحتت مع هاد لو كوموندون اللي هو الاخ ديال كونيغون. كنتمنى ان الشرح يكون عجبكم، تسناو ان شاء الله الشرح ديال لو شابيتر 15. انا تا انا راني بحالكم قبل ما نشرح لو شابيتر كنشوف شحال فيه من صفحه باش نشوف واش غيخلعني ولا لا. ما تنساوش انكم تزيدوا تبارطاجيو الفيديو مع الاصدقاء ديالكم باش هكا تساعدوني وتزيدوا تدعموا لاشين. الى اللقاء الى فيديو مقبل ان شاء الله والى معلومه جديده. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه.